ربي يموت الحرام في داري. كتب في انت ولدك هو الحرام. Mais bien sûr, je parle très très bien français. Alors, vous préférez soda ou café? Hi, واضح. مش كله. يعني أصحابي اللي أنا أعرفهم من زمان أقل حاجة 15 سنة هما دول اللي بيعرفوني كويس. Meditation. قبل أي حاجة سالي أقولها أطلعها من الدمار اللي هي فيه تصعب عليا قوي عشان أنا ما عنديش أخت فعندي اتنين ولاد إخواتي فمن وأنا صغيرة بحب ألعب معاهم بحب ألعب كرة بحب نتخانق نضرب بعض لعب يعني ولاد مش بنات أخسر يعني ناس بحبهم قوي أنا بطبعي عصبية جدا يعني عصبية قوي وبتعصب بسرعة بتوتر في ثانية وبهدى في ثانية وبنسى في ثانية لو حطيت حاجة في دماغي هعملها أنجح أو منجحش مش عارف فيها بس هعملها مفيش حاجة مفيش حدود يعني مش حاطة لنفسي ليميت خالص كتير طبعا بس حاجات بسيطة يعني عشان اخلع من حاجة مش عشان اكذب او عشان حابة اقول حاجات غلط عليا او لا بس تلاقيني كده او عشان ما اجرحش حد طبعا بغير ده احساس عادي جدا يعني بس ازاي تتغلب على الغيره دي مفيش حد ما بيغيرش بس ازاي الغيره دي مش ما تودكش في حته سوداء وبتاذي ناس انا اتعلمت حاجه وجربتها وعشتها وفعلا صح انا لما بشوف حد ناجح او واحده ناجحه مثلا بحب اقعد معاه وبحب اتكلم معاه وبحب اسمع ازاي هو مبسوط بنجاحه عشان انا بسرق الطاقه دي بتاعته ياف لسه جايه مصر مش عارفه ان الناس هنا بتعيش متاخر بتشتغل متاخر كان منتج كبير مديني ميعاد الساعه 11 فانا رحت له الساعه 11 الصبح وكان كنت بكلمه ما بيردش عليا كلمني الساعه 6 قال لي انت ايه في ايه؟ لا المسج بقى قال لي 11 بالليل قلت له 11 بالليل انتوا شغالين؟ قال لي احنا نبتدي نشتغل 11 بالليل. متواضعه واتعلمت في مواقف معينه ابقى متكبره. تونس ومصر. نجاح كبير قوي في 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 تونس في المغرب في الجزائر في ليبيا هيتدبلج بكذا لغه دلوقتي فرنسا عايزاه بالفرنش وايطاليا عايزاه بالايطالي وهنلاقيه في كذا بلاتفورمز كبيره يعني قوي انا ولدي توكي كلمني قل له روح عايش ولدي قولي ما نجمش وقت اللي قبل انا نقول له برا هو يقول لي ليه خليني نحب نقعد مسلسل مهم قوي ازاي حكينا على المسلسل العلاقات الانسانيه اللي فيها تاريخ كل شخصيه ايه اللي خلى الناس دي فعلا تعمل كده وتمشي وترمي نفسها للموت سامحني علاش هذا الكل باش تعيشوا مرتاحين باش تلموا الفلوس وتبنيوا الطاقه الفوقاني وتشريوا الذوبات وتعبيه شنو هذا وبيش هذا الكل تشريوا فيه مو بدم ولادنا
فكل الحاجات دي خلت الناس والشباب يغير يمكن فكرته شوية من ناحية حتى لو كان اللي كان ناوي يعمل كده ويعمل الهجرة غير شرعية أعتقد هيفكر شوية، هيفكر مليون مرة قبل ما يعمل كده.